السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر سمير، وإن شاء الله في مجموعة الفيديوهات دي هنحاول نكفر الأجزاء اللي إحنا شرحناها قبل كده، وإن شاء الله اللي هتتشرح بعد كده. إحنا هنمشي شابتر شابتر من جوه الكتاب، فيعني هحاول إن كل فيديو يكون عبارة، أو على الأقل كل مجموعة فيديوهات تكون تكفر شابتر شابتر، لأن أنا هنا ليميتد ب 15 minutes only. فخلونا نبدأ مع شابتر نمبر 2 جوه الكتاب. شابتر نمبر 2 بادئ من صفحة نمبر 13. هو أنا مش هتكلم هنا على الكلام النظري المكتوب، لأن الكلام ده احنا شرحناه واستفدنا فيه. أنا هبقى مهتم إن أنا أشرح بس الجزء العملي. في أول جزء عملي كان عندنا اللي هو printing a message to the screen، اللي هو أنا عندي عايز print للسكرين كلمة hello world. عايز دي كده لما أجي أرن الترمينال، وإحنا هنشوف مع بعض الترمينال فيما بعد. يعني لو إحنا قدرنا نبتدي في اليوبنتو وفي حاجات زي كده، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. عايزين نران سكريبت اسمه run.py، لما يران يطلع علامة hello world للي شايفها. فلو جيت هنا انا كتبت كود، لو جينا نران الكود ده هيقوم قايل لك هنا hello world. طيب هو ايه اللي حصل ده؟ عشان انا مش فاهم اي حاجة الحمد لله. هو ايه الفكرة؟ الفكرة ان احنا بنكتب مجموعة اكواد. مجموعة الأكواد دي عايزين لما ننفذها تنفذ حاجة معينة، زي ما مثلا حضرتك عندك بروجرام مثلا زي جوجل كروم، لما بتضغط على الويب سايت بيتفتح. ده ايه؟ كود بيفهم ان جوجل كروم يعمل ايه لما حضرتك تضغط على لينك يفتحه. نفس الكلام انا عايز اعمل الكود، كل وظيفة هذا الكود في الدنيا انه يطلع على ال whatever بقى انت بتعمله execution فين، سوري يا شباب، ان هو يطلع لك علامة جملة hello world. معلش بس لحظة arrange الدنيا كده. hello world زي اللي حضرتك شايفها عندك هنا. طيب hello world دي كده عبارة عن كلمة، صح؟ كلام. الكلام في البايثون بيعرف بحاجة اسمها string، اهو بكتبها لكم قدام. حاجة اسمها ايه؟ string. يعني ايه string؟ يعني انا بقول للبايثون خد الجملة دي زي ما هي واظهرها لي زي ما هي، ما تفكرش هي ايه، ما تفكرش ايه الكونتنت اللي جواها، ما تفهمهاش. انا عايز شكلها كده، شكلها اطبعها لي كده. السترينج ممكن يكون ما بين علامة الدبل كوتيشن اللي حضرتك شايفها دي او سنجل كوتيشن. يبقى عندي يا اما دبل كوتيشن اهو هنا السترينج بتاعي، يا اما سنجل كوتيشن. فاحنا عندنا تبقى ما بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. ده ايه؟ ده السترينج. جميل او حلو او الكلام ده. طب انا عشان اظهر حاجة على اظهر، يعني اقول للبروجرام دي اوتبوت حاجة على الشاشة، بنستخدم كوماند اسمه print. زي ما انا قلت هنا print hello world، راح مظهر لك هنا hello world. طيب انا عايز print هاي عمر مثلا، اهو له هاي عمر، واتاكد ان الدبل كوتيشن اللي انا فتحت بيها قفلت بيها في النهايه، واجي ران الكود ده. تعال كده نجرب اهو، هيقوم قايل لك هاي عمر. ليه هاي عمر؟ هو بيرن سكريبت اسمه run.by. run.by ده فيه كود واحد بس اللي هو print هاي عمر. تمام كده. طيب الجزئيه دي اتفهمت ماشي. عشان اوتبوت استخدم print. print هنا عبارة عن حروف كلها small letters، بمعنى ان انا ما ينفعش اقوم كاتب كده. دي مش function بتاعت ال print. امال print كل حروفها small، وبما انها function يعني عبارة عن وظيفة بتعمل حاجة معينة، بتعمل ليها وظيفة معينة، فبتبقى افتح قوس واقفل قوس. دي الفانكشن. بعض الفانكشنز تاخد argument. يعني ايه argument؟ يعني مدخلات، حاجات هحطها ما بين القوسين هنا. فالمدخل بتاعت البرنت الحاجة اللي انت عايز تعمل لها برنت.
ممكن يبقى string زي ده او integer زي مجموعة ارقام. تعالى كده نسيف ونقوم قايلينه هنا run، هتلاقي اهو طبع لك اول سطر اللي هو هاي عمر اهو، بعد كده طبع مجموعة الارقام ديت اللي هي ظاهرة قدام حضراتكم هنا. ف printing a message to screen، احنا عندنا جملة معينة بنستخدمها عشان نطبع حاجة للسكرين، نظهر حاجة للسكرين، كود اسمه ايه؟ print. print ده بكتب ما بينه اللي انا عايز اعمل له print، يا اما يكون string زي كده، يا اما يكون integer زي كده. وبمناسبة السترينج عشان ما نرجعهاش، مثلا لو انا عايز اعمل print لرسالة اسمها I cannot type single quotation. اوكي، انا عايز دي كده تظهر على الترمينال او على الران لما ران للبايثون ده. فهي فيها هنا single quotation، طالما فيها single quotation يبقى لازم استخدم double quotation لما اجي استخدم السترينج ده، لما اجي اتكلم عن السترينج ده. طيب لو كان فيها I can type مثلا double quotation، انا عايز اقول ان انا اقدر اعمل علامة ال double quotation، بستخدم single quotation قبل و single quotation بعد. يبقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان ال string اللي انا هستخدمه لو هو فيه علامة ال single quotation من جوه يبقى لازم استخدم double quotation من بره، لو هو فيه علامة double quotation من جواه يبقى لازم استخدم من بره single quotation. دي فكرة ال string اللي انا كنت عايز اقولها دلوقتي اهو. تعال نرن الكود دوت ونبص عليه اهو، طبع لك العلامة اللي احنا كنا السنجل كوتيشن. ليه؟ لان احنا استخدمنا هنا ايه؟ دبل كوتيشن. طيب يبقى الكوتيشن ده مهم في اي حالة؟ في حالة السترينج لازم نعرف السترينج. ما فرقتش انا كتبت هاي عمر بدبل كوتيشن او كتبت هاي عمر بسنجل quotation، الاثنين هيؤدوا الى نفس النتيجة. او تعال نبص ادي الاثنين هما شبه بعض، ما فيش ما بينهم وما بين بعض اي اختلاف. يبقى single quotation double quotation it doesn't matter، المهم اللي هتفتح بيه هنا تقفل بيه هنا، وطالما انت فتحت القوس ده يبقى لازم تقفله. طب لو انا نسيت ورحت شايل القوس ده وجيت اعمل، هيديني error، وده يخلينا نبص للجزء الثاني من الشابتر ده اللي هو بيتكلم عن الايرورز، ازاي افهم الايرورز وازاي اهندل الايرور اللي ظاهر لي. مبدئيا لما بتكتب حاجة غلط في الكود بتاعك هو بيدي لك هنا ايرور، بيقول لك مثلا syntax error. يعني ايه syntax؟ احنا اتفقنا في اللكتشر ان syntax يعني شكل الكود. طيب هو بيقول لك syntax error يعني في شكل للكود غلط، بيقول لك print I can type، بس هو هنا ما فهمش. ليه بقى ما فهمش؟ كويس ان احنا عملنا الايرور ده. هو بيقول لك ان المشكلة في ده. طب هو ليه بيقول ان هنا المشكلة، مع انك لو بصيت على الكود ده مش هتلاقي فيه مشكلة؟ ده انك لما فتحت القوس ده اعتبر ان قفلته ده، فاعتبر ان العلامة دي هي اللي غلط. طيب يبقى انا ابص على اساس المشكلة عندي في الغالب السنتكس ايرور لما بيكون قوس مفتوح او قوس مقفول بيجيب لك حاجة غلط، فخلي بالك ان السنتكس ايرور ده ايرور مهم جدا. يبقى انا لو فتحت قوس لازم اقفله، ما ينفعش ما اقفلهوش. طيب احنا عندنا كنا بنكتب ايه؟ print، ونقوم قايلين له هاي فلان الفلاني. كنا بنستخدم الدبل كوتيشن دي هنا عشان ده ايه؟ string. طب افرض مثلا اني نسيت اعمل الدبل كوتيشن ده، تعالى كده بص الايرور اللي هيدولك ايه، بيقول لك invalid syntax، برضه شكل السنتكس غلط. طب ليه؟ شاور لك على هنا، هو مش فاهم ايه اللي انت عامله ده. ليه؟ عشان ده كان المفروض يكون string وحضرتك نسيت تقول له ان ده string.
تعالى كده صلحناها، ما بقتش مشكلة. طيب يبقى لو انا تغافلت عن الكوس دي هيديني ايرور، ليه السنتاكس ايرور؟ لان هو بيبقى دقيق جدا في السنتاكس بتاعته. البايثون اتفقنا انها فورمال لانجويج. يعني ايه فورمال لانجويج؟ يعني لو بيدخل لها الشكل A B C ما ينفعش ادخل A B، مش هيفهمه، لازم تبقى على بعضها. اوكي طيب دلوقتي لو انا مثلا اتلخبطت وانا بكتب برنت وكتبتها برن، تعالى كده بص نران، هيقول لك ايه؟ هيقول لك حبيبي ما فيش حاجة اسمها نيم برن، يعني بيقول لك نيم برن is not defined، انا مش عارف مين برن ده، فارجع هنا واقوم مصلح. ولاحظ هو بيقول لك ايه؟ line 1، يعني هو مشاور لك على السطر اللي فيه المشكلة. طيب دلوقتي انا عندي مشكلة، ايه هي المشكلة؟ انا عايز print hello، وبعد كده هنا please find the touched file مثلا، انا عايزه يعمله يعمل print لرسالة زي دي كده. حلو. طيب انا لو جيت رحت قايل له print، فتحت القوس هنا وقفلته هنا وعمله له اهو string عشان ما يزعلش اهو. حلو. لو جيت حضرتك تعمل run للكود بالشكل ده، في أبسط الأحوال هيشتمك أهو، بيقول لك أنا مش فاهم إيه اللي أنت عملته ده. إيه while scanning string letter، يعني إيه؟ أنا هنا أنت فتحت ديت بس ما قفلتهاش، ومش فاهم أنت إزاي قسمت البرنت على سطرين. برنت لما أحط فيها الدبل كوتيشن ده لازم يبقى سطر واحد، ما ينفعش أحط سطرين. بس أنا لو عملتها سطر واحد هتطبع على سطر واحد أهو، لو عملناها سطر واحد هتلاقيها اتعملت على سطر واحد. انا عايزها سطرين عشان احل المشكلة دي. عندي حل من اتنين، يا اما اعمل 3 double quotation او 3 single quotation، واقوم جاي هنا واقوم قايل له run، لا يشتغل اهو. ليه؟ لان 3 double quotation بتسمح لك باكتر من line. يا اما نرجع للحالة اللي قبل كده اهو، يا اما اعمل كده واقوم جاي هنا اكتب له print تاني، والprint الجديد بقى ده اعمله على سطرين. يعني انا عملت هنا print لوحدها وهنا print لوحدها، الشكلين دول هيشتغلوا. بس الشكل المور professional، سوري احنا نسينا هنا نقفل دي، تعالى كده نبص اهو اتوم بيكمل لوحده اهو، عملها برضه ما عندوش مشكلة. بس انا مش عايز اعمل برنت مرتين. طب ايه الحل يا ترى؟ الحل اهو في سطر واحد بس اهو، وهم عامل باك سلاش، سوري باك سلاش ان، خلينا نحط سبيس دلوقتي وهقول لكم انه هيعمل لنا مشكلة بس هوريها لكم. تعالى كده نرن اهو، قسمهم على سطرين بس في مشكلة. بص السبيس ده انا مش عايزه، والسبيس ده بسبب السبيس اللي هنا، فانت لو مش عايز السبيس ده شيله كده، رن كده هتلاقيه اشتغل اهو تمام. ادي السبيس اهو شلناه هنا، ليه؟ عشان بعد الان مفيش اي سبيس. فكنا في الجزء دوت بنتعلم مع بعض ازاي نعمل نيو لاين من غير اي مشكلة. باقي ان انا اقول لكم يعني الجزء الباقي هنقوله في بارت 2 من الفيديوز ديت، لان الفيديو خلاص هيقفل علينا. شوفوا بعد دقائق.